أزول في اللون. السلام عليكم، أكي هو رشيد الرخا أمغال نقرا ونوم ظلان أمازيغ. خصغ أكي هو السيورة ديج المحاضرة وفكرتف الشباب إريفيين واتقغ سريفشت وسريفشت قد هوني وذن وخاصة الدارجة أتفهمن راح كثاري فشت في عماس الكلمات نتعرف إخضاع سنين الموضوعية اتصل تقسيم وكون هاري يتجال الفكرة ما محمد عبد الكريم الخطابي يقين سنين أكبر ثورة ذي العشرينيات وواجه ثنين الاستعمارات ذي قران أوروبا والاستعمار الفرنسي والاستعمار الاسباني وباش تسلم تستعمل خاص من الغاز الاسلحه الكيماويه ضد الثوره النصف. وتماشى السؤال مره تراحمت مره قلت ما محمد عبد الكريم الخطابي تغاث انفصالي ولا لا انفصالي في الفكره بان يزو رفاق الريف خ المغرب باش تسلم يا ثمانش ودوسي غا خو مكرشن أبوية نذا وخا 60 سنة وخا 40 سنة نش قا خصغا السنة ومازال عندنا ذي المعرفة ينو لا في التاريخ لا في الانثروبولوجيا لا في تصل الحوايج غاسنت العلاقات اك الحضاره نمازيغ وتسلمي نحشت بان رشيد الرخا معروف انه هذا السنشال زي الشباب مدافع دولي على الحقوق نمازيغ ويبدا هو في 1984 يبدا في نظر الهوية الثقافة الحضارة النسني مزيان ومن يعني السبب بين 1984 طويضة محضة في الجامعة بوردو استقريت الحظ جبت جوكر هذا يجز الكتابية قناس عبد الكريم إلى ريبوبليك دو ريف وذي الوقت اللي عاود 84 السن بأن وقعت الأحداث النظار ذي الحسيمة تقنلي جعلن الشظام حضار ميخ الجيغ سريني الثانويات محمد عبد الكريم الخطابي ضي النظار الطاسي جوكارينو مساكن زعما قمعنت هما توقار ذي عبد الكريم تقنلي جعلن نايمي الدولة المركزية للمغرب ضغيا فكا زعما القمع الشباب ذي الوقت اللي و بدي غنقرا الكتابيه على شي حاجه مهمه بان الدوله المركزيه حق بشن الايامات وسنين ذي الوقت الملك الراحل حسن الثاني وتغادي النبوش علاقه الصباح بين سنين الملك البلاد والمنطقه نارف تغادي نجي الخوف ذكرا اكيس تقني جعلا بان المنطقه في الوقت الملك الراحل تغات مهمشة تغوض السجل قاعد يسجل مشاريع تنمويه وتغا كل نهار تسجع باش الشباب اظهر اظهر جروبا والشباب في الوقت اللي باش تسلم نخرج من الدرس نتاع الوانسون وتجال في الدول اوروبا في كمل سميت زي المحاضره اللي نبقى سوار اك الشباب لين يتجن في يا الريف لين يتجن في المهجة هو الكتابية أمي غريغ حق المطبع الشاب بأن تفشأ يجي التاريخ ذقرا يجي في يشوف تجاحز قدورا نعرف بأن يوض هذه وجه ثنين دول وذي خرق يجي الدولة حديثة في الوقت اللي وهي وين أصلاً دي ريفورم توقرانين ذي الريف ولكن من خاص نسمى تاس عبد الكريم بان في قبل الريف تو تكون هات من غان جارسنت وذو مين غميم من غان جارسنت تو تكون نهار اسناني بحال زقومين فقد الاندلس قشر الحرب اهليه جا في قبل الريف يوسف محمد عبد الكريم
انت بعدا خصك تسلم ديال 1900 بحال 14 حتى 18 حتى تغيت في مريس تغيت مع ملك الاستعمار الاسباني تغيت قوانين القضاة عطس تاريخية سلمت وجدت تصل فيديوهات صور خاص وتوغف تغيت عوض صحفي بجريدة تليجرام فيريف باش نوض بان عبد الكريم اذيف ذي التاريخ ذي الزفوات توقرات المعجزة يا إيجا هو أميسمون في قبر نهار ريف تغط من غد تكون نهار جالس ما يمت من غد جالس ذا ويغون ديش الخريطة بس أبتهم نعرف و ذي نجي الحاجة أتصل يوذان واتسينن ما يمي إسبانيا سوختو ثيتي ذي الفكرة الملكة إيزابيلا دي كاستيا بأن أبي دوزرن خلص موروس أسنيني خي مغربيا أسنيني خي مازيغا في الحقيقة فلك الأغلب يستحق يتوجن ذي الأندلس هو ذي مازيغا المغرب وطوين ديني شنت تمنيا قاعد وخوز عند خسن ذن ريفيين زين نعرف تقن القرصانة بلي عن في غور الروبط كون تحتر الأندلس طاحن تهجم من زعما القرى نسبونيا تشانا سند وجمع عند سنين من غاسم وكثرت تشانا سند حتى في مغاري تقيش علن بأن واخا وقيم من ديال الأندلس الصراع يقيم هكا وينا فكي ريفيين سميت زيد ستوس الفكرة بأن واخا نزر خلوص موروس زعما زي إسبانيا يخصا أنا حنستعمر شنت ندم في الشمال المغرب في المنطقة نعرف وها تولد استعمار زعما الجزر الجعفرية أمريتش جزر مثينة الحسيمة كلا إيريس وذيتين السبتة وذيتين الجزيرة ليلى جزيرة ليلى غير فهم ما طاس ثم سلاش تايا طوا وليس حد وليس يصدق حد تصدق ليس فهم سلاش طبعت بغرابس فغاتنس تحت وفيت ذي النت تعجم واربع والجزيرة ني خوالو يوقع اسم حرف تقرن جار المغرب اسبانيا معليك واجب وضار رئيس امريكان اين كانت تسجير يدخل هذه سبد الحرب ني توقع ولكن الجزيره هني وانا سي خوالو في الدجاج هذه سبتة تمر غير خاص اسبانيا ما خل استراتيجيه يا ايزابيل لا كاثوليكا بان استعمر فينا جناية سخر باش هاديك فرونتيرا جار اسبانيا وجبو غاس ديال الاندلس سينو في زيار الريف سي ما تنس سنتين طاح غاس تسكا استراتيجية غاس ثلاثين الاهداف الاهداف الاول هو تقضى تقني القراصنة باش ما راهو سنت فاري تبقى تفقن زيار الريف تقيث انت زعما بحال جزيرة النكور ما راهش تفقن يبقوين معروفين في القراصنة دغيا زعما خاص تهجم ولا تسجل يخف الناس ديال الاندلس ما راهو سنت اثنواجه ثانيا استعمار ايموشنايا قناة ثوشة فرويشة يمكن هذا نقصد جحنت باش مروسين زعما خوت قيتو غاسن في كفا توقران هو روس موروس اللي خوت زران تبدن زي سناطاس قناة ثوشة فرويشة تعقبن باش نسن بأن تعقبن باش نسن جدن يخفن سن الوجه تقني يخسن زوارت أدارن إيموشانايا هي الشغل بحال سنين ترمومتر شغل لاليرت
زعما باش نسجق في نسان، نحارك الشباب نسان، نسجن تجربة عسكرية باش نواجه. زعما مراوسين ديمغرافيين وين هي أداة العوض خاصنا الاستعمار في الجزيرة الإيبيرية. وثالثا كهدف صدي استعمارية في الناس في الشفر ويشا يمكن مرة خاصنا نستعمر المغرب أتفت السيسي جال انطلاقة الاستعمارية وحقا وزاسي تبدا الاستعمار ديال 1909 كالمعركة نغزار وشن في بلينصار ومن بعد حرب ناريف والحروب المغربية وقعت جيت ومنها بعد في تطوان والمنطقة نجبالة من خصم دومينا لأن في الوقت الأندلس تغيريفيين غاسل العلاقة هكا زعما الاندلس الاسلامي خصهم يغمطوا الجاني مازيغ في اسبانيا حكمان بنان فين الدم خدم انت فجاح بنان قاع فين الدم المهمين في اسبانيا بلا تنتع على حالي مازيغ غاوم مغرب غاوم غرناطه غاوم التص المدن غناه هي امي قاسم دوزرن هي واقيلا مشى خدما وقع سن مشى سنين الاقتصاد واقيلا يقوى ولو الخدمة الشوماج ينتشر على الجهة وسودي طوغا سنتين سنها فاس مكنس ذني تازا كارسي ثوري تمجدا ذني يجرب فرونتي بان مغنيت تتنسى ورس على حسب ما تصور الانثروبولوجيين والانجلو ساكسون هو الصداع يتوقع على بلاد السبة وبلاد المخزن وقت تقرين بلاد المخزن من يوم الغي هو وقت تقرين الضرائب لان في قبال مروان في الجهة في الجاحت السلطة المركزية يجي العاصمة نزليفة قام خدس الضرائب هو غاسل شي توقع الصراعات هي توغاس الصراع لا السيها والاقتصاد ويكواشا هي من بنت القبائل ابدا ترنت ففقحت يشتن ضيف المغرب ابدا شفت كنت زعما سنين الحرب اهليه جرست وتقني يدي جبد الطاس الاستاذينو الامريكي ضابط مونت غوميري هارت في الاجازه النسيجه زعما في وريغر اوف في موروكان الريف وفي النسخه النص بعدا مترجمه باللغه العربيه وعبد الكريم جبد تلقى الصداع الطاس في قبال جراسات الفينديتات وشحال الصداع يتوقع ويله وعبد الكريم ملي يظهر زعما هذه واجه الاستعمار الاسبانيو خوتا بدا يوقع يا عبد الكريم في 2018 هاد حبسن هاد الحبس روسترو غوردو في مارج واش عجيب الحال باغا بوركي يتصل الجنرالات ديال وقت النير توغاسن اسليني تحرك امريكان مي وقع الحرب العالميه الاولى زعما المانيا ضد فرنسا ذو جرانزي ومرة لي جينيرو يتجن دي من جلس فون يطح لحتيني كون ريمان من دي سفقين قال نيني واحد بسن شالي جينيرو سليني غي سبونيا حبسن نتا إجا باري في ذمازيا وذيني وقع سيش العنصرية يحس طقران طقران ومن بعد يوزو ديار بورزي حبسني يروح ينقص ديار زا مسكين بار نوس يقيم يتقراز يخدني وينه ولكن في وزديش المناسبة بأن تغنس العائلة يهرش الوالد النسخة يوزو ضيع حافظها كشي الناس روتوريزاسيون السلطات الاستعمارية من اسبانيا يروح غير يا ريفو ذني يسبون بعد ثقبة الشمس توقرات أي تواريغ ومتفهم أنك في قبر ناري بحال تمسامان أي وليش أش تزيد باش نواجهن أسبانيا وتبع أيتما سكنوات السلم التاريخ عبد الكريم خصنا في جبدو بوركي ديني جند دولة فجار في الجزائر قلت انايا تفشت الاهميه توقرات تفشت الاهميه توقرات في زعما
تشرمخ الشباب الريفيين باش تدورن في جمهوريين ولا سنين هذي انفصاليين باش تقل الصداع في واحد نسن يتجن في المغرب. نشب على توغاري الفضل متغير محضر في جامعة غرناطة في 1993 سنة 30 سنة نظموا ندوية دولية محمد عبد الكريم الخطابي وندوية حقا اسبونيا عشان اسبونيا وسني عجب الحال لحق عبد الكريم حس بنت ومازال اكبر عدو نصر لحق في معركة انوار باش تسلم ينبغى تقتازي 10,000 عسكريين وكثر من يوقع عن عارويه في عهد عارويه في قبيش ايت بويحيس زعما غير مري عسكريين يا تغول من عند تنظيم حباس تغول الحقيقة خصنا سموك شن زعما لا بروتيكسيون هادي سنت هلال ك محباس محرم ومحمد عبد الكريم الخطابي تقرا يقع يروح يخوض معركة أنوال يقضى في إسبانيا ومن يموت الجنرال سيلفستري يجي سموناكيس القبائل ناريف ناريف من ناري ومن يجي سمونا في قبل ناريف اللي واجه الاستعمار تسلم الجزائر في الحقيقة هو السلطات العسكرية الكولونيالية الفرنسية يتوي تنزيل الجزائر سكت أي عبد القادر الجزائري عبد المالك باش غي راح هادي السكار خا ندير وقت عبد الكريم فاق باش زناين باش تكفل ذكو ومثل نسن ديال ريف وحق الخطايا وغسل فنجي يحبو يطاس وعبد الكريم زعما يقاوينا في يوض هادي السنة سنين نمشي بنا المجتمع وين في قبائل نيريفيين يرار خختقن الفوف زعما لي باكت جار في قبال زيد زيد وتقني في جعلن بان زي 2022 حتى ميخاس كمرن يقا دولة عصرية كش مثال موت سي تونغ في تشينا هيروشيمي في فيتنام الثوريين كوبيين بحال تشي كيبارا في ديال كاسترو وشان مثال الثوريين الجزائريين سين ما تنسل باش تسلم بحال مثالي حاج يدي جبدن مؤسس الحركة الوطنية الجزائرية يخلقت في 1927 عام من بعد مستسلم عبد الكريم تغاف في بوردو في قسم السانديكا تقني جعلن بان ديك السي الوع غير في النس بان الشعوب زعما العالم الثالث زمان مرن من جرس مركين استراتيجيه الحرب العصاباتي كاع عبد الكريم بان اظهر الهدف نتسن هو الاستقلال الدول نتسن وحقا سعدوا الوقت في 1947 عبد الكريم امي الدار في مصر امي بدنا تبونا نخاس اسريني الشباب من الوقت اللي خصنا خرق الحركات التحرريه في المنطقه من شمال افريقيا تكمل يوفى باني فجع عبد الكريم بان الجزائريين تبغى تسرى الغاز الطاس ومن بين الشباب يغاس يسرنا الطاس وطوح قرص يمجو كارنسن يقاس لها عبد الكريم دا قفاكين غدانيتين نتابر غير وش الدروس ما مشي نقل حرب العصابات دينا هل باش نزل خوينا في الاستعمار الفرنسي و فيتيا خص بنادم في الطالع الصغيرة والكتابات عبد الكريم الطاس وراح افكار الجار الغمارة ما عبد الكريم حقا تغاضي انفصالي ولا لا ونشينا غنعوض الفضل
الصفر الجارده النغ العالم الامازيغي السازي مدينه نهرباط بان اول ندوه في 2000 في فبراير 2003 غادي يهبط ولي جعلن بان في اللقاية ظهرت التسم المؤرخين شنج النخبة نريفيين من بينهم الدكتور ميمون الشرقي الدكتور حمد الحمداوي والنخبة نمون نخرقك الدكتور زكي مبارك يجن جروب دو ريشيرش محمد عبد الكريم الخطابي ومخصوصا من خدمة دوايا يتنقى في مقر لو ام تي وغير وقت الناس يعاونوا نغطاس يجوري فيه محمد الهاكش اذا ما غادي تضبان المقر ذي النير وحضاره كيما يتجيس عيشة محمد عبد الكريم الخطابي نوض بان انا خاص سندوات النار ينتق وين في العالم الامازيغي بحال ملفايا ذي النمرو 5 للناس عندما كان الوزير الاول المغربي جمهوريا جمهوريا اميه بيت دفاع على حسب جمهوريه ناريف وشارك في الندوية باريس عند كيم لا ريبوبليك دوليف نتعاود تغطية نجم النقاش يوقع في هولندا الجمهورية الريفية تناقش بهولندا بالنمرة 10 من بعد فوت غانر كجريدة في شهر من فبراير كنا نتفكر انك شنحس وينات لتكريم المجهودات ولا سنين الثورة يلقى محمد عبد الكريم الخطابي من بينهم فريتين يلقى في 2013 من بعد الندوة المغربية من بينهم يلقى زعما منهم الأسئلة المغرب الراهي وندويا فتيتني خصها هذيك السيولة أتفهم ليس من خصها زعما كني وصلتيهم واش راح شي صفر راح انا بان استطاع هو بان التبني يزيد تقول زي عبد الكريم ولا تقري فيا يقول لحق المعرفه انت يقتل الجهل ومني ضد جن غاس الجهل يتبوي وتقطع في البلا وفوض بان المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بموسوعة سقراط استوى تاريخ المغرب لأول مرة بجن كتاب رسمي الدولة المغربية استوى سجن حش سنين بلو رياليست زعما تقرر بين الحقيقة كثر زي من تجن لا كاذبية تغاس تصن صحافة المغرب الشهن في الثورة محمد عبد الكريم الخطابي ودومينير من يقار الكتابية تاريخ المغرب المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يقارش لقد قام محمد عبد الكريم الخطابي بتوظيف نجاح المقاومة وإعطائها بعدا جديدا حين أدرك أنه لا ينبغي أن تقف حركته عند طرد المستعمر وإنما عليها أن تعتمد إصلاحات في وأوساط القبائل الريفية كما تستلزم ذلك شروط المواجهة وتحقيق الانتصارات انطلاقا من توحيد القبائل بغية إخضاعها لسلطة مركزية واحدة حسب رأيه وفي اعتقاده فإن ذلك لم يتأتي إلا باحتواء التوترات القبلية وإلغاء بعض العوائد التي كانت مصدر صراعات داخلية تقدروا مقال الحربية الأهلية جار في قبل يفهمت ما مش خاص انت زعما انت استعمل باش يوحد القبائل بان اجل صراعات الثانوية جارة سنة تمرغنت خوامان تمرغنت خشان تمواد ستيف جاح تني خشان حاش بان ذمون باش البنان شنحاش اكثر معوان مثل عملية التأثر والتأثر المضاد مع تنظيم العلاقات على المستويات الداخلي والخارجي وضبط
عاملات المالية والقضائية والإدارية لادمينستراسيون، وعلى الرغم من التعاطف الذي حظيت به مقاومته، فإن الخطابي كان على وعي تام بأن تحقيق هذه الأهداف التي تأتي إلا بإقامة مؤسسات وأجهزة كفيلة بملء الفراغ الذي أحدثه انهيار سلطة المخزن المركزية من جهة، وضعف السلطة الاستعمارية نتيجة هزائمها العسكرية من جهة أخرى. وعلاوة على المحظوظ الحربي، فإن الخطابي قد أقام إدارة ممركزة تتضمن مجموعة المؤسسات اللازمة لتنظيم شؤون القبائل وتسييرها، فعين وزراء وقياد وقواد حرب وأمناء وقضات وما إلى ذلك. غير الصلحة الذي بين زعما الدولة الريفية، ولكن يظهر كلشي خمس دقائق يلقى الدولة المركزية. الخو السؤال باش تسلم يجي الحسن الشنغان غير ريفيين، و جومارك شفت في المحاضرة ديال جامعة تلوان شرح غاسن تطاس على حساب لا تيوري دو لا سيغمونتاريتي، زعما نظرية الانقسامية، يوافق كطالب من الأستاذين أوقران دافيد مونتغوميريها. هو الفكرة يوم قاري ريفيكي طويت عجيبة سنة ومن غنى الطاس جرسا باش تسلم بأن الهجرة ناريف تبدا ذي الوقت مي سنيني قبرية تيستعمر اسبانيا في فرنسا امي في القرن السنيني 19 في قبيل 850 وين في يريفي طحنت الجزائر طحن منطقة مهرة وسورتو خدم دي فجع وخمين يخدم كمهاجرين جمع عند 8 رحشت بزوار في يتقن ما انتقن هو صاغر فزوش موزة ثم شفت انه زوجت صاغر ميميا يتعقل غا يعرف زافيف الدهنس غاس قوار يفار يتفارس قرس يسبارن وشغني يترجو ودا يعذون زافيف الدهنس وني دا يصنع اخاسيوث وجبت قلنا مثلا تسلم تفا قامت صحاب المسلمين اي دواري غير فوري فوري بان بنادم يكسي تشوف الشتيو فايش نسيتي عدو تخاس ثلاثة في ثلاثة في ولد يقرا سالا ما قال نشلمش نمش الناس والو ثوري ثوري ينفع زوجت ينغامس مصفوفه منين تواف جا اجن لا فيولونس اجن وين تقن العداوه ولا نحارف ضد الجار ضد مزومني في قبيتي تكون هذه الفينديتا عطاس اللي في يكون هاي الزوديار وماس زوينه سميت لهم بقى الحشي كاع تكري وزي لي ريفورم في الزورة ميكا الدولة نسو هو يارزا مريتش بابني وقيمة هي سنين الصراع اللي يتوغي تجاب كيجن وقت سنين لافيونس اللي فيزيك يتجاب مع الأسف فعقبال غدا نشتينا غير فيين وش انتشر الطاس في الشباب في وقتايا وكثر تنتشر اك الشباب من صغيت مع الاسف سي الفيديوهات هي تتقن 100 مره كالحراك ناريف ومن بعد ظهر شي شد شاشة ياخذ شي سوار سوار يعفنان سوا يحترم ونغنيت وتبني ويتير في القيم على النمازيغن بنادم تسبب ولا تسيور سوار عفان ويتير في الاحترام وجبور القيم وما توجد في القيم اذا ورثت ولا رجمت الوالدات يمثل مش ما كنت مع الاسف ذيس سنيني تقن لا فيورونس وسميت لهم قار المعرفة صباح الطاس اتي السبان هاك باش اللي واجه تقن سنيني العنف الرمزي ومن بعد الجروب الباحثين
وبعدين تسمي جنحات تواتوا تسيمبو الطاس و بين غسلاح ديري بان اك مؤسسه عبد الكريم الخطابي في 28 29 يوليوز 2004 من بعد ما وقع الزلزال الحسيمه نقا ندوه دوليه في ولايه في الحسيمه في المقر سنيني محمد عبد الكريم الخطابي اول مره بعد توقع ذات ندوه دوليه كزاكي مبارك بزومني غاطس و ذي الدويا نسميها لجوء محمد بن عبد الكريم الخطابي لمصر الابعاد والدلالات الوطنيه والدوليه ندوية تخسرت من عند السلطات الملك ما تغيديش غير وقت ني غي المغرب ونمشي مع المؤسسه كميس محمد عبد الكريم الخطابي كثار سعيد جن ذي مصر يقرا صافي انسبد المؤتمر هيا وانت غير كيس دويا نظميت زعما من طرف الجريده العالم الامازيغي ومثلا طارق يحيى يساهم ماديا باش اتيري المجموعه تاعي دوم نغ البحث دي فرنسا دويا القضيه رباط خاص الدكتور زكي مبارك قال منسق زعما مره نساهم من عندنا باش يمكن دويا زعما وحتى شنو التمويل تاع و الملك محمد السادس في الوقت اللي تعود بلي كان ديال شي اسبوع من بعد يوفاس كالمستشارين اول بان خاصنا بنجم ندوى دوليه عبد الكريم زعما العلاقه نسيت وغاسك الحركات التحرريه في شمال افريقيا خاصنا اتمنع في الحسيمه و يستسلم اشاعات ديوفن بان وزيت موالا زعما خاويه الناس فران مؤسسه يا شن جروب غير باحثين ثلاثه والملك الناس يجوا من سير على حسابي وحق صاحب الجلاله محمد السادس يا خساره باش ندويا دوليه وهبانا رجل مثل جامع زعما كما يحضن في الندوة الحسيمة ما خصنا لهم من الغثاء ما عليك عم تكريم تبقى في انفصالي الملك ويتك زعما لوجيستيا ولكن لو من رجل حاجة المغني بأن أكبر باحثة لإسبانيا خريت كريم من الحرب الناريف هو ماريا روسي دي بارداليان نشير على السنختف في 1991 أمير حاضوي سنين في ورقينينو الجامعة زي بوردو خصنا الجامعة غرناطة استغل الموقع نطوي في بوردو من أصلاح باريس أمير غا باريس ظني تعرف على الدكتور حمد الحمداوي وقدم لي توزد في لا ميزون دو ماروك يتجان في بولفار جوردان نومير واحد هنا يا حداش قدم ماريا روسالي ماداريا كاع تجا في بولفار جوردان نومير دو وحتى استقبل راه مسكينه مليح اللي فداه الناس اللي قالوا ليش تكسو وتوهب لي زعما لا تيز الدكتوراه نص اثنين الاجزاء وكل وقت تذكر اكبر متخصصه في زعما الحرب ناريف ولا الحرب الكولونياليه اسبانيا كالمغرب وطوغان الحرب تبغى فينو امينه بن الشيخ من نوح البرلمان الاسباني خميل في الغازات السامه في نوفمبر عامين جدوامين 2021 راغي غاس نقيم سوا قهوات هي توقيم اخر لحظه باش نزريت مسكينه عجبت الحال نهار جرانا وانت قسم الاستجواب لزمان وفقريت نيشان زعما غناه فقرش عبد الكريم الخطابي لم يكن ابدا انفصاليا وهنا دومينيك ما هو تجيب انفصالي يمكن معركة تغيجي انفصالي إذا الجمهورية الدولانية نسري في قيم عيني والخون تاع المشكلة القرار هو لأني ويجيب انفصالي هم عقب
الخريطة نعرف سامح معايا ال عندما وقع معركة أنول اليوطي العسكريين الفرنسيين من سنة وقعت بوتي معركة نيرج معركة عالمية تغاسج الصدى طريق خاص الجمهوري كان بحال قسمت الجريدة من موينة أمريكان معروفة الطاس ماني ما وميم وسي الصحفيين زكميريكان زي انجلترا زي ماني ما باش يمكن التغطيه الثوره الريفيه ولكن الفرنسيس هو اللي يعبر الوقت زي المعركه 1921 يبنى القشلات القشلات فرونتيرا يتركز زعما وين مدافع عقل مدريد اقدم مدافع كينتيد وتقولوا تورود زعما تسم زي وجدا غار الرباط بلي ما في وهم جيت اللي دازا ولا جيت زرم قشله معسكر والقشله هنا كيفهم تو فرانسيس مي هنا يسوي الجال باش الحرب نهار الريف المقاومه من الريف ويتقول بانه وطغيما بوظ المنطقه نهار الريف بان تنطلق المنطقه الجنوبية هي تكلم حقا هي الهدف يتخصى غيراح غادي يحرر المغرب يكمل وذي 1924 هذه هدف ذي الحرب الفرنسيسي وهو تنطلق في 1925 ومن تبنى خذ ويتني جنحشت وسمتيش الأهمية الطس نستورى الطس بأن عبد الكريم يلقى الحرب مع عصابة اسبانيو ولكن فرنسا يقالت لي الحرب دو لا غير كونفونسيونيل هو دون لو سونس يود العسكر من السنين الشعبي لارمي بوبولار الجمهوريه عبد الكريم دو لارمي ريبوبليكان فرونسيز ووجه فاس ا فاس في الشهر من الشهر مرة تقال القشلات هي هلكت المقاومين الريفيين ويوقع غافس هذه السياسة في غافس وذي فاس ويضيف شيء يسبد هذه المدينة مقصود دومينا بأن فرنسا غير خطرية بأن محمد عبد الكريم الخطابي وجبوا انفصالي وجبوا يزدوا هذه الزرخ الاستعمار زي المنطقة نسنا هذه السنة زي المغرب يكمل هو روح حرك كتاز بزيون مليون عسكري اليوم ينتد زي الجزائر وصل بشحر نين مثل الحركة وينتد زي السنغال وشان العسكر بيان سور طحنا زي القاسم اللي قومية ماروكا وصل زي المغرب شاركت ديسا 44 جنرال فا فرانسيس من تحرك فرنسا ومبرا لي دومانينير لحقيت المحاضرة تقرنت استعمل لافياسيون شريفيير وصي بشحال لي طون بومباوات يصندار ديال ريف مبرا الحرب الكيماوية وتحت التاين ديال السوا هو الخوف هي يغاز بان عبد الكريم اللي راح يستقل المغرب يكمل لا وتكايش على فرنسا صغدو مين تحرك ذي العسكر ذي ضد ثورة ريفية وتحرك لهذه الحرب العالمية الأولى لهذه الحرب العالمية الثانية وعود يثمع القمم فازمم القموم بأن نشيني ريفيين يمكن عبد الكريم حقا يفشل جمهوريات وكون نهار للوالدين نغدر وقت خمسينيات ياكسي نعاود سنين السلاح باش نحارب الاستعمار ونروح كين الجيش خرقند الجيش لارمي دو ليبراسيون ناسيونال يترأس عباس مساعدي
من يوفى في قبالي كي سي راح انت كي سي مخارطن هو ذي قليم نهار ذا فقري الشقرة تيزنين يتجن جان ذي قليم انتزار سنين بورد اكنولي تيزي مسلم وذي تيجي الحاج تسلم بان الملك الرايح الله يرحمه واحد الخميس ينادي النظر يدس قال استقلال المغرب زعما سي غاس يريفيين وتشكر يريفيين ديني ذي النظر ذي المساهمة اللي كين باش توقع زعما مخارتن في الحرب ضد الاستعمار ولكن كاين شي حاجة خصها تسلم بأن عباس مساعدي مين يثم غي بوخون يظهر ويثم غي نلقى خاص الملفات عند الشي وتقومي خاص نلقى الملفات هي إذا نهاري ما غي عرفنا طنوبين الزجاج ولا تقنا نغ العراقيل توزيع الجريدة باش هو وفكوار وتق بأن مقال مهدي بن بركة يوغان يتوجن دي حزب الاستقلال توغاسن بولغارب بان عباس مساعدي ويسوسر السلاح يعني توغس عباس يشر السلاح يخفنس حزب الاستقلال باش يقن الانقلاب ضد الملكيه ولكن عباس مساعدي توغس الفكره المغرب بان يقالش نشينا من كسي الاستقلال المغرب ونزمان نستعسر السلاح من تراوى تكسي الجزائر في الدولة جا تومة النغة تكسي الاستقلال الانس وكيس القيمة الوثة قطاس سمين زي باش تسلم قال الهدف باش تكسن زقبرير عباس مساعدي اثوز زي فرنسا ثوز زي باري باسكو فرنسا وصلت مرة ثوفا البترول في سنين في الجزائر طوات فرنسا الجزائر تيري يكون نهار غير يجن إقليم الناس وإلا في التشار في موارا لي تونس في شهر نغنشين المناطق الشرقية منطقة تندوف ثاريت زعماك الجزائر وفغ دولة أزود باش وتيري ذنه ولكن مقصدو ميني بان الاغتيال عباس المساعدي يروح تقن التضامن يقن كذا مغربي هو كيسيري فيه باش هذا الاستقلال الجزائر وحقا في الاستقلال هي الجزائر وكيسن يبدل يري فينا هاكا لوكوزان نيمام محمد الحموتي الخيبر وغاس فدا خاصني جدي ولا باباس حاج الخيفر حاج مصطفى جا معروف في النظر سم جدي جا ندير وسط النظر توا استقبال ماراثوريين جزائريين من بينهم بوتفليقه حتى هو تند شنقري حيا يا خو يغجل عاده ولا يتصور ضد الدوله المغربيه وطويلي فيين تقنش التضامن كيسن لا يتصور بان زعما لا ماديا لا وين محمود الخضر يتحك صغور ربان نص لوس مليار وسطو جا دي مريت يتحك غربوا ندينا يا قران باش يجي كسير الصلاح ندي السارس قابو يوا وزي قابو يوا يريفيين غوم سي بي تيجو لا يحمو ذي ناثن تفرغز لي فاد كستين السنه اش سكوف نتنت غيريفيين ولا غوم جيتني اي تسعيد توغين دي الراديو السوارد فورا الجزائرية ولكن من بعد يظهر الحرب الرمال في 1963 وصار فان المغرب بقيش الحرب جار فوريين أكيش الحرب بس لأني عسكر نورمال في هو ديري فيين وذي الكتاب ياش بنتي قالناش معليك وتجيبو ديري فيين يا توي جن زعما فرند جاربند
وينث أكفرانكو ذي الوقت النز وذي الكتاب يقارس بأن أعرف يخمني الشتيج وقارتس ودية تويت في الناذب ديريكت غير مع الأسف الملك الراحل الحسن الثاني يغلظ في وين هني قارش تقال مشاكل الحدود بان نهر من سورك فرنسا ضرت عقل لحق خصني يمكن هو تسميج الحج جد مهمه خصت كان صلعت وكاعن خص حرار خص السورة المهم هو الباكت البروتيكتورا فرونسي يلقى اك السلطان هو ذا مزوار دفاع عن الحدود المملكة المغربية وتقال هو عدايا وكيستكمر فرنسا وتقنيج عليك يوقع المشاكل مستمرة أظن جبرنا إيش نهار فاش الأستاذ إينو خوسي أنطونيو غونساليس الكونتود نتجه الأستاذ إينو قران ذي الأنثروبولوجيا السياسية ذي الجامعة غرناطة تغاث المدير إينو كان شكا باحث بيجن مركز السواري نتا قناس سنترو دي انفستيغاسيون سيتنولوجيكاس انخيل غانيبيت و فروس غوامي غاسيج اللي قا تقديم الكتاب الناس خلي استعمار الاسباني ديال المغرب غادي الانستيتو سيرفانتيس ذا يارمت نوف كيجو الصراع جران غير ني رشيد ما هو التفاعل خل بوليزاريو خاص متقاد الاستاذ ينزع ما الكانتود ناس يمكن عمش وش السورة العلاقة العائلين اكس حرا يمكن تيتي في المناسبة اول مرة وذون تيني بوبليكمو ومينين شين عاوذي لي فين باش دو ميني بغي مزورة يروح الدفاع على الصحراء خصنا دو ميني يري فين لا زي عبد الكريم لا زي وينات وتجي العماص انفصاليين وحدويين وكون هاتف تن في قبيسة من الناس توقع صداع المغرب جاب لي طول دي قبيسة اكو اسباني وماريوس دا دي استعمار في قبيسة اكو فرنسي سمي عبد الكريم يهجم قصدا فني من فرنسا وتبقى دي قبيسة ذي تقان تحرير الصحراء المغرب زي الاستعمار الإسباني وثم زوار من ويسين الكانتود وقارون فما والوالدين الوالدين يتغاث بعد ذي الجيش التحرير من 54 تغا كعزيز السنيمة غون سالس الحموتي محمد الحموتي حتى انت سقان زبلين صار كميس حميتو ضع بقاذا ديش الاخ تيزي مسري وعقر اسم من الناس طوى يساغد غون سالس رسمح زين مريش عسكر زعما يفسد ذي القشلة نمريش تفانتن ذي الكيران يطيح السقوة ذي ثم غير المقاومة ذي قزنايا باش دفعا في استقلال المغرب هو غاسر الفضل بأن أول سليني مدني يقعدن وتنكي ينزوا يوثن ذي الصحراء ذي وين في مسيرات الخضراء ما عليك توقع شن ماينا في الدق اكيسن يري نتا ذمورو ذبوث نعاش زيبلين صار رياض خاتشي يري ذورن زعما سرينا ضحيين زورا كمدنيين غنستوى ولكن اني توغاسن لا شونس ويوقع شات تقنيه وكرميثن الملك الراحل الحسن الثاني سلويسام خشجع عني نسن ولكن خاري قرص خامية الطاس الحموتي يتوجن كوموندون عسكر ذي القشلاني النظا انتوه أمية غوي قوصر ريجيمون نس يكمر في العسكر القشلان النظا زبورة باش هذيا في 1976 غا الصحراء ذي الحرب اللي تغا في قصاح الطاس كالبوليزاريو في فونتيج الماينة في الزقز جيب النس يتولكان ذي قبيسة
ومقيم العسكر برا اش تجي في بطايون بوليزاريو كي ديسن غزو على حال هل كنتن مرة ومرا واتتوغ عزيزي كورونيل لافياسيون الرخان محمد ما يحمو انت وينات توهج مكلف خلافياسيون بعدا سورتو لا لوجيستيك نس دي الصحراء ولا عزيزي كورونيل عبد القادر الرخا يسعدون 6 سنين في اساس الزاك يحتى الحدود يتجن يقارب القاعدة تندوف باش البوليزاريو يخرق سنين شم مرة أتصن زعما لي تيوري من بينهم المخابرات الإسبانية من بعد استغل اللي تمشوا من قذافي موليثين عاد وسط الجزائر ستولا خاسر ذات الشاسن مرة غير يقيم ذيس العقدة أني أمي خسر الحرب أكل المغرب دي 63 وتقول بأن قرص المغرب مريع رد السحراء نسخوا الفكرة نسخوا دي جينيرو قتل هاك السحراء الشرقية مشاو الناس يوقعن إسبانيا طوع مصر خص أتاحت طرح المغرب في الحلية الاستقلال الذاتي باسكو في قرص مرا روح غاكيس المغرب اللي بدا عاود هذا يتستار الاسترجاع المدن سبته ومليليه خويا مول غاسل الافكار الاخوان ومن بعد انظر بان الجزائر في مول اتحاديين بان باش رجلنا الانقلابات مطروفين الجنرال اوفخير 91 71 72 رخو خصها تمول شمس الشباب اذقنا 130 في مصريين المغنيت ومع الاسف تقال الخطه الجزائر وذا الجحشه مزلو منير يلي في بنهار ذي وحدويين ذي مزوره يتواجهها قبل غاسر الخطر غاسيري غاش نحش غير المغرب خذوا مني غاش نحش ذي نيجي نحش حتى تقال الشباب زعما سوسي سن شنو ما نسمي سن فزيجنا قال ليا ولكن مع الاسف ضرنا الطاس الحراك الريف يتغاس مطالب مشروعة زعما حقوق إنسان اقتصادية اجتماعية ثقافية وروح القيادة إنسان خص جيفنسن ناصر الزفزافي ضحية نوفانية يتيران اك المخابرات العسكرية الجزائرية وتقينا سن التهمة الانفصاليين وحقا مرة ودي جبدنا التاريخ عبد الكريم الخطابي حبس دغيا تقينا سن التهمة الانفصال شوم جاتي كانش مصطفى العلوي ذي الجريدة نفس الاسبوع الصحفي توي ويد محمد المراكشي البوليزاريو كسس بر يا رونسي كازاش تجي فينو يا راهي ورانش انفصالي لحد دفع عبد الكريم الخطابي ديني الحاج تيران خاص القضية الشبابية هو اللغات الريفية ومن يعني لارغومونسم هو بين اللغة الريفية وعبد الكريم يناف في قصني غونت دي الوثيقة النس يتوسكيتي لا سوسيتي دي ناسيون دي الوقت من بعد تكش الأمم المتحدة يتتار زعما الاعتراف دولة النس ويقارس بأن الدولة النس نسج اللغة هي الريفية وغاس والو من أك زعما على حساب لغة المغرب يخسر يعني فعرفت زعما يستورن المغربيين نغني وعبد الكريم خصكني وتسلم بأن أول أستاذ اللغة الأمازيغية القرن 19 وصارت في مريتش بعد العسكريين نسبونيا من بعدهم طوافين من شيء ريفين
فلوس وازاي ستعترف بان الكتابه يجا بيدروس اليونانديه جراماتيكا ديال لانغوا ريفينيا باش الكتاب الصباح خاصيته تعتمد صغار تعرفش هي توخاسش الوعي فوق قران اللغه الامازيغيه خو نقصدو منين بان اللغه الامازيغيه خذ دور معترفه بالدستور المغربي هي الحلميه عبد الكريم بان يجد دوله هاتيك في المغرب ولا في شمال افريقيا غاسيري اللغه الرسميه خو نغاسلين الدول لا المغرب لا الجزائر الخو الدول المغرب والجزائر نقصدو منين غيخسر نحسب الدول الامازيغيه ما الذي الجزائر في 2002 تعترف بمزيغة اللغة الوطنية في 2016 الذي المغرب 2011 تعترف باللغة الرسمية والوطنية من يقال الدستور المغربي الفصل 5 يقال عرفت لغة الدولة زعما سمية ذاتة الإدارة بحال في فرانسيس ديال السنغال بحال في غرانزش ديال الهند ولا في غرانزش ديال نيجيريا و زعما اللغه بقينا ولكن مش قلق لغات لجميع المغاربه بدون استثناء بان يتعترفش بان الدوله هي دوله امازيغيه واللي خاص عوض الاعتراف الملك خون كاريا السنه الامازيغيه من يقال بان الهويه المغربيه هي هويه امازيغيه اساسا تعقد هي الفكره يا عبد الكريم بان اللغه تفور الرسميه حقا نوض غاز ولكن ديني جنحش بان التصميم ذن والسنين من يعلم وخاصي تجلب انا عنيت 10 مينوت باش نلقى الخاتمه توصل في ساعه وهاب خوت ولخت في غد ذراعي عرفت كلمه في النهايه انا قريت ابي وقع 100 سنه خل معركه انول التلفزه الاسبانيه توجد في جيش البرنامج زعما تخليدا خل المئويه ني في يا ريف تصرف ذكي ذي عاون خصنا ذي برنامجية وشي غاس نجي الفكرة مع الأسف توخصرتي تصفغل واتي تصفغل وفكرة هي جد أساسية من يعني بأن عبد الكريم أبي جنرال سيلفستر يموت ولا يبغي يخف الناس في معركة أنول فينيس فوديا تركوارن تركورن غارو عاروي بينو غادريوش دريوش غارو عاروي زر عاروي خصنا دورا غامريش في تقنيني تركورن إلي في يوم ضفانت الشيخن دايس الشيخن أخ من يلقني القنيني في النظام خا بأن زي المعجزة عبد الكريم ومارا المؤرخ يتسوى الخاس ممش تقايش ترتارف يفجاحن غاسم الصناحة زعما شي حاجة غوديمونتيغ وجبو حداثي زوينة قرن خجن مستعمر غاس أسلحة قوية وفرغا كتاسي 10000 واحد في ساعة النية أمي هجمن عبد الكريم الناس يوم محمد يكسيكي 600 مقاوم يناس أزر سزرة روح غار وذران قروقو بد ذي النيغا فرونتيرا واتجا شيريفيين هذا فندي مرج داني تيني جن فكرة كون هاد دفاع خاص وقاختف بأن عبد الكريم ونزما سنيني تغي تقل الحرب سنيني لاكيغساد زعما الكفار مسير منو ضد الكفار ولا ضد الصليب يومين سينو مع عليك راه توغاس الفكرة الجهاد شو مشي توغاس محمد الشريف وبزيار ولا جميع المقاومين اللي قبل نس اللي جا المقاومين اللي في يدي في الدمرش وتقيزي وتي تقول بان ذك الجرائم ذك حنجاني مزيان ندير في مغاري نقول ذاني يوقرانا ندير ناس تاع هي شنو الفكره في مزوان وخشى ذك الجرائم ديال المجتمع المدني تقي يتقد بان عبد الكريم وجبو شو العقليه الاستعمار يستعمل الاسلحه الكيماويه يسمونا كل شيء وكثر يشد السوق من يوفان وجنبو ذي الحاله الحرب نذي ناثن اما عبد الكريم
تغاية تشيش الأهمية الطاس المجتمع المدني ويقارت في الرسالة الناس يقارس الشين أسبانيو ماريوس أنغدا الصراح يزون غي واجه قاتل واجه مش ماريوس ذا فجاح ولا ذا تجاري ولا انجينيور ولا يزود ابنه شنحاشة هذيك شنحاشة يعرف مرحبا بالزيس ما نقصد دومين فكرة عبد الكريم يتوغاص بان مريتش وحسبو اتي ديار وطوات المناسبه تاريخيه لحق وحرن المغربيين وحرن الريفيين وحرن القرعيين جمعت في فرش باش تدار وز زمان غير الفتره اللي طوات حقا فرصه ذهبيه باش تدار وتديار بوركي طواسيش الفكره هو دوات الفكر اساسي على فكره ومنتج قارد هو يزو بان الريف غادي يفغ زي القرون الوسطى باش يدير في الحداثة وباش يدير في الحداثة خصي في لا تكنولوجيا خصي في لافراستركتور خصي في تيليفونو تسمى الناس يبدا يتكيكابري في تيليفونو وتلقى يقراش نشين وين زعما انك زعما تطورية اقتصادي مبرا المعاونة الدول الأوروبية الوغ ملي شني قلت الشغل بحال ما نسمع نجحها يمنع الزاس لي زي اوروبيان باش لي الشفر وي الشيخ سن معاون عاد عاونا الصفغن الريف زي لو سي دو ديفلوبمون وحقا مداريا كاع جاوبت السؤالية بان الامل عبد الكريم بان يهزو اسبانيو غادي يساهم باش اسبانيا غادي توا الريف غادي يوقع عند المشاريع التنموية زعما جميع الاسيتات ويزماتيك بوركي تقارش فاتاريا كاع اسبانيا سلمات الناس توا واحد الجيشة متقدمة ذي التكنولوجيا بحال الدول الأوروبية من الشمال شو انجلترا فرنسا ولا فاليمان سميت زي وواجبو شنحاش توقرانت ديالي ولكن عرفو خاصي فغن اقتصاديا مع الأسف من وقعت الأحداث 58 59 الملك الراحل يكا خاص يجي حرب اثنين اقتصادية خير منطقة وميديوسا أميس الملك نخو إغانا محمد السادس بأن أول زيارة شن المنطقة يجا ميكسي الحكم لس يروح على منطقة نعرف والمنطقة نعرف يبدأ يشيج الأهمية التصدي القضية التنموية النس وذا يقارد يقارد Nous comptons veiller personnellement à la bonne mise en œuvre de ce plan d'urgence, à moyen et à long terme, de nature à faire de la région du Rif, que nous assurons de notre sollicitude, un pôle de développement urbain et rural dans la région du Nord, parfaitement intégré dans le tissu économique national. Car l'objectif est de doter la région des équipements de base nécessaires en matière d'eau et d'électricité et de routes qui permettent de la désenclaver et de la relier au niveau national que l'axe Fassel Hussima tout en accélérant le parachèvement de la rocade méditerranéenne. Ktar, menina de Ndouad Walia, Ifga. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ديال الحسيمة ب 2011 لشهر 7 هاكا وينات الرسالة نسجلنا المشاركين في الندوية جد مهمة يقال Il nous est agréable de vous adresser ce message à l'ouverture de ce colloque international consacré au thème intitulé « Le patrimoine culturel du Rif, quelle muséographie ?» Cette rencontre dans la ville d'Al-Husima se tient sous notre haute patronage compte tenu de l'intérêt imminent que nous attachons à la protection de l'héritage culturel, historique et patrimonial que recèle la région du Rif et la ville d'Al-Husima qui sont si chères à notre cœur et dont nous entourons la veillante population de toute notre attention et notre sollicitude. Il acquiert de ce fait
une importante dimension relative aux droits de l'homme qui constitue le fondement même du rôle d'avant-garde assumé par le Conseil national des droits de l'homme en la matière. En effet, celui-ci a été érigé en institution constitutionnelle dans le cadre du choix démocratique national et du référentiel universel que nous ayons adopté pour nous assurer la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. سنة ضمرة رجل باراغراف على زر رسالة نيفسن اسك اللغة العربية. وهنا نؤكد على ضرورة إلى ما يلزم من الاهتمام لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة باعتبارها لبنى أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي الذي نعمل جميعا على توطيد أركانه وصيانة مكتسباته بموازاة مع تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخه. بغيتي جد مهم خصنا تاريخنا تقجن عبد الكريم ناريف والمقاومة يقن جيش التحرير لهذه المناطق مويناف زعما التاريخ اللي مزيغا مويناف يخص يوقع المراجعة في تقن سنين مقررات المدرسية وعدوى ثنكي وعدوى يوقع المصالحة يعني مغربين كالتاريخ نسن و تلقى اذا مبقى جد مهم اكيد وما مشي قال في ورش بنا مع تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم وتجاوز شوائب الماضي تحسينا لحاضرهم ومواصلة لانخراطهم بعزم وثبات في ورش الإصلاح الديمقراطي والتنموي الشامل. ما خصنا هذا من يثمى غير كما المقارنة في الوقت الملك الراحل ومن تظهر سميني ودي راه ميكسير العرش محمد السادس عرف من داس يوقع عشان ما عرف مش القرار تصن نتخبى غير كاس خمني خوا ونتخبى مشى الكاس خمني الزين يا عمار يوقع ديس وين بعدا شن حوايج سنين التنمية التحتية بحال بريد جار تازا دوبل فوا حتى الحسيمة سبيطار ضو قران خبرة تقف ذي الحسيمة وفينا في مارتشيكا ذي النظر هرموية وقران يرين ذي النظر ذي نثن غير ذي ميج نحس بأن الهيئة هي الإنصاف والمصالحة والتوصية تنسنت وثبت خاسنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يخاس وشجف الناس تعرفش السيدة أمينة بوعياش مع الأسف واتكر خذن فنت تشوى بعد واسفهمة مغا واتش الأهمية القضية الأمازيغية واتش الأهمية والملك يفشس تعليمات توصيات مجمع بالكلمة نسن خل منطقة ناري وتقام توصيات الهيئة الإنسان المصالحة قيمة والو ومن قام قالت إدراج دراسة تلك المرحلة كأولوية من أولويات برامج عمل معهد تاريخ المغرب الموصي بإحداثه متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى الريف حسب رغبة العائلة والأقارب والخمرة مثل والناس ثنية تقيم تنكار عيشة لا يحمل مسكينة فلوس قوى منو مسكينة غير جنازة في الدار البيضاء ومن ميت في 2000 ها قوينا توصيات في 2000 وحين عاشر قالت والو انشاء مركز لابحاث عبد الكريم الخطابي والو اعتبار منزل عبد الكريم الخطابي معلمة تاريخية ترميم منزل عبد الكريم الخطابي واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية عبد الكريم الخطابي وكمركز سوسيو ثقافي ويناث مجل المتحف الريف في قناة ديال الريف وسعته ومصري والو انشاء مؤسسة جامعية بالريف وتقاش علم بأن الحراك ديال الريف هادي كان واش كارد تقال وعود قال هيئة الإنصاف والمصالحة والخوع على حسب المقالة يجد مهم مش على سنة الترجمة اللغة العربية يوراف نجوك لنا الأنثروبولوجي داري في الدكتور محمد شطاطو لوغي في فروندور مي با سيباراتيست
وما نمشي قار سي ستاشون يريفينا دايرين متمردين. هذا سيدي عجبك كان ولازم تعجب المنكا هذيك المظاهرات وزمر المظاهرات يدي شارك في 20 فبراير باش يوقع التعديل للدستور الدفاع عن الديمقراطيه في المغرب ولا في الحراك ناريف، ولكن يقار غيت ديال المقال النص يتخصى الفكار الدوله المركزيه باش اصلني لا ديستونس ني المسافه ني بان اكل حراك نار ريف وتقني المحاكمات اذا سنقين عيقا دايس تنيني بان شاب يزور خدمه في 26 سنه نحبس وعماس واش النقاب كخش الجمهوريه ديال الريف عماس واش النقاب خصنا نكغ انقلابي النظام عماس واش النقاب زعما الخصي هادش فئة ايوا التراث زي سنت المخابرات الجزائرية خصنا كنت كنفعي و الدكتور الشتاتوي قاري كفا مالوغوزمون مالغري لي كغون سيرفيس روندو على ناسيون باغ لا ريجيون دو ريف سيلسي ايتي مارجيناليزي باغ غابا. Pour éviter une telle situation, il est indispensable d'entreprendre d'urgence les démarches suivantes. Dialogue total avec le RIF dans son ensemble. Libérer les détenus du Hirak. Je suis en train de le Parlement européen, ثاري فشت وس الامور يجلس المنطقه مو غادي يسبون النفس تضامن كيف ناس المنطقه النساء دي لوكاليزاسيون دي زاندستري دون لو فيغ لو ريف بور كريي دي زومبلوا ان فافور دي جون كريي ان جروب دو ريفليكسيون كومبوزي دو شيرشور دي انتيليكتويال دو ريف افان دو فورنير دي زيتود نيسيسير دون لا ريجيون اي ان سي دو سويت خو مقصر دومينا هي ثما خصنا غنكبر رفوس كفوس. انا حك الفكرة عبد الكريم الهم السوق قران هو تطور المنطقة نعرفة ويا غير بزاف الدولة النص المغرب عبد الكريم باش تسلم وذن الدوايا ينقى في الحسيمة تغيوز زو عماس ويفكار غادي نفصل منطقة نعرف خل المغرب زي 1947 حتى يموت في 6 فبراير 1963 ننتظر القاهرة عماس و سلينا هادي كتار غادي نفصل الريف خل المغرب كتار قوم يتوجه للقاهرة يتش النصائح المقاومين باش هاد كنفوس كفوس المونان بنو تمعوانان باش هاد الاستعمار افرانسيس ذو اسبانيو لازال المغرب الجزائر تونس هو نشقى بان الحلم عبد الكريم الخطابي نقلشينا يجمع سلينا مبادرة متواضعة سمت ميثاق تماسغة بأن عندنا شمال افريقيا زي موريتانيا حتى ليبيا ونشقى ما غوضنا ناكيس حتى مصر اتبنى الدول شو مش تقال الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وتيبنى انا التزوينات فرنسا وليمان كاين اثنين حروب عالميه الحرب العالمية الثانية 60 مليون يموت ديس كضحية هذا من مرة البنية التحتية المدن في قرانين فرنسا وليمان ذوينا هكا الاتحاد الأوروبي هبنا الدول وكل شتنا غاس زعما لو سيستيم نس الألماني قيم سيستيم فيدرال اسبانيا غاس جهات مستقلة ذينا ذن والمواطنين طحن زي الدولة غد دولة ولا كسن بضاعي سيستيستا
وذا لا يمنع يوفان مواطنين شمال افريقيا غادي الهويه الامازيغيه الثازره وانت ما راهو ذا البنات كاع احسن كفوس كفوس الشباب انا باش نبناو انا نشين شمال افريقيا من يوغي نخو المشكله هي الجزائر فقراش بان تقر حرب الدعامه والبوليساريو ميني باش زعما تقيس الدوله في الصحراء فهم الغربيه ميني باش تهرسم ابريد اخر المحيط الاطلسي باش تستعدو السنه الانبوب الغاز تستعدو غيغرو بسنة وسي سي قبعا مرن كاع اتحاد الدول شمال افريقيا تمازغه والحدود ارزمت بان ما مش اقترح المغربي الدول مالي النيجير هذا سنتي ارزم ابريض اخر بحر الاطلسي وتاع دوار انت تسعدوا تبون الزيتين دوف حتى العيون تاعون المغرب في تبوني والذي بريف ما خص يقاميون انا تسين السرعه تفرغ الميناء يجر الاطلسي ولكن تقنينا يتك بان خد جقد جني انفصال المغنيت ديالي في مدرا الانفصاليه يخاص يفغن فخ الشعب الجزائري في ويز المشاكل جميع الدول تسلق دع حشومة خميني نزار دول في الشرق الاوسط سنين بحال قطر ولا الامارات يغسلوا الغاز علينا في الدم سما سجن التطور لا يتصور وينات وذي الجزائر غتجا الغاز والبترول بان يوفينا تقنا في الوقتايا كولا باش هادي صغاري باش هادي صغا السكر باش هادي صغا اللوبيف باش هادي صغا حمص حشومه 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 فهمني لا بلا ما لي فكار نبنى دول شمال افريقيا على حسب الميثاق نتا مسغا يخاص ندافع ندفع خاص بعد في بروكسل نلقى خاص المؤتمر في تيزنيت وان شاء الله نلقى حمله سليني بيداغوجيك احساسيه يستشهد باش يفهم المشروعيه خو ان شاء الله مكمل اختي كان في وقتايا المغرب بان مطالبة ويا غزة على حسب لا كوبايان 2030 هدف الاستثمار لا يتصور خمارة تسن يصدموا عني الرئيس الحكومة اسبانيا يتبعي في الوزير الخارجية فرنسا الرئيس الحكومة بلجيكا قبل سواديني ياليمان وثلث من جبوانة ديس وغرانزيا مرة خصنا قلنا الاستثمارات مرة تشينا قد دينيتين أو مازال قد استثمارها تلك المشاريع في طنجة تلك قاع المشروع في المنطقة الشرقية فينا هن نشينا نح غالفكرة يا نعرف كيف نختار همسة وقران بأن أري فموانس المغرب من شمال إفريقيا أتو يار غير بزاف أتخدم خلوبيان أتخ سوسيال نيو فانس يو فان باش أتحسن الوضعية الاقتصادية نسن وجبو أن ذور مصدر الهجرة كل نهار غبارة سينو نما دولنا باش تاخد الهجرة تسنديد غانا غا دولنا وتكمل غوما وتكاع ريت الجنة وينات قصر نصحة قصر الشباب النغم باش واتصور عن ذي الفخ نتقام المخابرات لا المغرب لا الجزائر شي قراش تيرات الحركة الأمازيغية باش يفكسن جن الدولة شن الدولة النغنيت شي قراش الدعامة الحركه الانفصاليه من القبائل شاي مغنيت قاش شنا ندعم هذا كينا سنقع المقار الحركه الانفصاليه ذي عارف تقوى سنجح والو تلقى المشروع دوم القار الحكم الذاتي يلقى المغرب الصحراء يسجح القبائل يسجح يعرف يسجح المنطقه الاطراف يسجح ليبيا باش تفوز الحرب الاهليه النص خاص نبنى شي ميثاق تمازغه بس كل حكم ذاتي ديال المناطق تشريج المسؤوليه المواطنه باش تساهم حتى انت
ذي التنميه المنطقه نسن ما مشي قار باولو دوماس وزاسيا كمرا سجن مقوله الناس على حسب الدراسه يلقى الباحث الشاب ياسين كوح باولو دوماس قريت في السبعينيات يقراش يجون بورو قراتي ذي المركز ذي الرباط واسما يسن المشاكل يتوقع عني جو فجاح ذي قذوران نعرف باش تسلم القضيه الحكم الذاتي تحل المشاكل هي مره انا ارزم فورون تيراث جلالة يمكن خو زدت كان الشباب لسا إن قال باولو دوماس لي مقالة يوفشسكم ديكلاراسيون الصحفي الكح لقى شي شوفر واش المغرب في الجزائر يقدر يوقع شان انقلاب ديال الجزائر تظهر شان الحكومة منفتحة ما مشيت خصها ديك الرئيس محمد بوضياف هادي عندهم علاقة مسك المغرب إينا نخش الشبابية مانش طبعا بدا الشبابية راه حزني لها باغاش ونغيت ني سكي ديني غاك فينا من انا دزني وقع الشباب راح الضحيه اللي جنحش سنين لي ريزون ديتا الدول ودوين المشاكل الوالدين انسان قيما تزرن غير حبوسات وياسن الماكله يقف بيناتهم اروح كل الوالدين جنتن باش افغان باش افخدمن باش يمكن قاع مري غاس الزهر زعما لا شونس هذا راح غا اوروبا هذا يخدم خل العائله هذا يخدم خل المنطقه الناس هذا يخدم خل الدوله الناس هذا يخدم خل المنطقه الناس الكبيره من شمال افريقيا اثمن يسمع تقص ذوم اينير امزرو ان غنمشي نوالي نسمع يخص خاص ندافع وتخسيري فينا وجبط رجال هاد التسن السلطات هاد التسن كلشي خص حتى ينزل الزم باش نساهم في التنمية المنطقة في نسن ماش تقلنا اثمثن يسوسيين واخا يخدم غاس فابريكا ذي الدار البيضاء يتقاش الجمعيات التنموية عبد ريدو إبريدان يتقى مستوى صفات ذي قدوران سند ذي الجنوب وخدم زعما العائلة في نسان مراكن شان الشركات نسان وينات وخسيري فيه حتى ينا أفكار لحق خويا الريف غاس غاس تيار غاس ريف ماشي لا خويا بريف لو توروت في بواد لو توروت النظار كار سيف هاي سبيطار في كند في الدريوش ولكن وجوا قيمة تخدمان ولا انا قيمت الفكره هي بحال تفكر غير غادي هاجر خذهم باش غير يجي المثال 20 واحد كل جن يجمع 10 مليون باش تكشني يجوز بغرابو اثني السعدو غير الجهه المغني تاعنا ومرا يوضب مرا لازم تبقى ما مش مساكين كره مار قصر مر بحار ترى مساكين الشباب مثلا ضير بحار 20 واحد مرا كفي تضيع 10 مليون في قراش 200 مليون ما عليك يوضن فكان غاسب العقل نبني هذا خصنا لازم العقل ني مهذب العقل فكرني ذي بنادم العقل ني شو خصها حاد تقني اثقل شو ما مش تقن في مغارين التعاونية ذي الجنوب غير أرقنت وسيت الشحد الأهمية التعاونية خرقن الزيس إجن لغيشيس إجن ثروه لا يتصور 200 مليون ثمونه بقى ذيك الشركه افكار ديال شنو المشروع شنو وين زيت كنا رعجب وسخ من اللي يخف نسن لا ينجو كنسن ثروه نسن المنطقه خص هذا ومينير بان وانت حس تقني الفكره المخزن المخزن زعما تقني كل نهار سنين فيكتيميست هم شدا نوع قهوة تخلص من 55 84 وين كون هاك سنين تا نخمم كلشي بنا خدمو وطنا المسؤولية وبنادم اللي وعى كمواطن اللي زار ما يفكر من زمان يساعد في ربني ذي تشار الناس ذي ثندينة الناس ذي المنطقة الناس ذي الدولة الناس يثنى أزل في الأول
ثلث ضعفي في مازيغ، ثلث ضعفي مازيغ تيمازيغان، ثلث ضعفي تبازغة.